اللهم احفظنا بحفظك واقبلنا بلطفك وفرج عنا بكرمك واعف عنا بعفوك واجعلنا من عبادك الذين وفدوا حرمك فواجهتهم بلطائف كرمك وجدت عليهم بالعفو الأكمل والغفران الأكبر وشملتهم في الدين والدنيا والآخرة بلطائف المغفرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا قد طفنا ببيتك الحرام وجئنا إلى هذا المسعى الشريف، نسألك اللهم بحق الطواف والسعي وبحق زمزم وبحق هذه المناسك الشريفة ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. يا أرحم الراحمين، يا أجود الجوادين، يا ملاذ الهالكين، يا منجد المستضعفين، رحماك بنا فإنا ضعفاء، رحماك بنا فإنا فقراء، رحماك بنا فنحن المضطرين، ليس لنا ربا سواك يرحمنا، ولا إله غيرك يكرمنا، لزنا بهذا الحرم الشريف، نرجوك نظرة رضا، ونسألك اللهم عفوة تلطف بها فيما نزل من القضاء. اللهم إنا رضينا بما ختم، اللهم فرضنا يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا يوم القيامة من عبادك الفائزين، وأباءنا وأمهاتنا وأحبابنا وأشياخنا وكل من أحبنا وأحببناه في الله، وانصر الإسلام والمسلمين. اللهم رد المسجد الأقصى سالما يا ذا الجلال والإكرام، انصر إخواننا في فلسطين، واحفظ بلادنا وأولادنا وحدودنا يا ذا الجلال والإكرام، وانصر الإسلام في كل مكان، واحفظ الشام وأهله واليمن وأهلها يا ذا الجلال والإكرام، واحفظ اللهم اليمن وأهله، واحفظ الشام وأهله، واحفظ القدس وأهله، واحفظ مصر وأهلها يا ذا الجلال والإكرام، واجعل بلاد المسلمين بلاد خيرات ومسرات، واحفظ الحرمين الشريفين بحفظك يا ذا الجلال والإكرام. وكما رزقتنا الطواف والصلاة في البيت الحرام، نسألك اللهم أن ترزقنا صلاة في المسجد الأقصى قريبا مع الفرج القريب والنصر العاجل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلادنا ومقدساتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عتقاء هذه الساعات، اجعلنا من عتقاء هذه الليالي وهذه المكرمات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بيض وجوهنا، اللهم يأمن كتابنا، اللهم نسألك حسن الخاتمة والموت على دين الإسلام، اللهم أحسن لنا الختام وتوفنا على دين الإسلام، واجعل آخر أيامنا في بلد المصطفى عليه الصلاة والسلام مع الستر في الدين والدنيا والآخرة. يا سامع كل شكوى، يا منتهى كل نجوى، يا مفرجا عن كل محزون، يا مسددا عن كل مديون، يا من يقول للشيء كن فيكون، فرج هم المهمومين، سدد دين المدينين. اللهم احفظنا وسدد عنا وادفع عنا بلاء الدنيا والآخرة، واسترنا في الدنيا والآخرة، واعف عنا في الدنيا والآخرة، اجعلنا من وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، واجعلنا من المقبولين، ولا تحرمنا يا مولانا الطواف ببيتك الحرام. نسألك اللهم أن تصلي على سيدنا محمد، واجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم اعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، اللهم صلاة تحقق لنا بها كل الأماني، وتصرف بها عنا كل ما منه معاني. اللهم ادفع عنا كل ظالم، وادفع عنا كل ساحر، وادفع عنا كل حاسد،
وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله على كل فضل وعلى كل منة، والحمد لله رب العالمين.